أبدأ من فرقة الكمنجاتي بمقولة بأن العمل على رفعة الثقافة وتطورها هو عمل ضد الحرب أيضا. من هنا جاءت فكرة جمعية الكمنجاتي واللي انبثقت من وراءها فرقة الكمنجاتي واللي بتهدف إلى وصول الموسيقى أن تكون في متناول أيدي جميع أطفال فلسطين. فاليوم سعيدين جدا بوجود فرقة الكمنجاتي لحتى يجوا على الأردن ويكون في لهم أول حفل بيقيموه بالأردن اليوم وبكرة. ابتداء نرحب بأعضاء الفرقة، أولا بالأستاذ إياد ستيتي مدير جمعية الكمنجاتي الفلسطينية، أهلا وسهلا فيك. أيضا معنا عازف الناي محمد الخمايسة، إبراهيم الفروخ عازف الإيقاع، وأيضا الفنانة الرائعة صاحبة الصوت الرائع نور فريتخ، أهلا وسهلا فيكم شرفتونا. يعني اليوم يمكن معنا فقط بس 4 أعضاء من فرقة الكمنجاتي الفلسطينية، أنتم بالأصل 10 أعضاء، الباقي الأعضاء الفريق إن شاء الله رح يرحب
حقوقكم اليوم لحتى تشاركوا بحفلكم لليوم. أستاذ إياد، شخصيا أنا كثير سعيدة بوجودكم معنا لليوم، وأيضا سعيدين أكثر لوجود هذا النوع من الفرق الموسيقية اللي راح تحمل اسم فلسطين وتوصل صوت فلسطين حول العالم. يعني قبل ما أتحدث عن الفرقة بحد ذاتها، حابة أعرف أكثر عن جمعية الكمنجاتي الفلسطينية، تأسست عام 2002، إيش هي أهم أهدافها؟ جمعية الكمنجاتي هي أهدافها تعليم الأطفال الفلسطينيين أينما تواجدوا الموسيقى، نعم، وتنمية قدراتهم، وكمان بتكمل رسالتها معهم لما يحترفوا الموسيقى داخل مراكز الكمنجاتي، إنها كمان توفدهم إلى الخارج حتى يكملوا تعليمهم الموسيقي ويرجعونا محترفين أساتذة يكونوا قادرين على صناعة أيضا أجيال يعني بعدهم لطبعا احتراف هاي الثقافة الموسيقية. هي تأسست في 2002 في فرنسا، أسسها الفنان رمزي أبو رضوان، وتأسست أيضا وتم افتتاحها في فلسطين في 2004، وضمن برنامجين عملت في برنامجين، برنامج التعليم النظامي والأكاديمي اللي بضم 500 طفل من 8 مراكز، 6 في فلسطين ومركزين في مخيمات شتيلة وبرج براجني، وأيضا في عنا برنامج آخر هو التذوق الموسيقي في مدارس أونروا في رام الله، وفي مدارس الحكومية في قرى مرج بن عامر شرق مدينة جنين. احكي لي أكثر عن برنامج التذوق الموسيقي، شو طبيعة النشاطات اللي عم بتقدموها أيضا؟ برنامج التذوق الموسيقي بيتم يعني الذهاب للأطفال إلى صفوفهم المدرسية مباشرة، ومن عرضهم للموسيقى والاستماع، ونختبر حسهم الإيقاعي وحسهم الموسيقي وبننميه. والأطفال اللي بيكون عندهم قدرات وعندهم حماس على الموسيقى أكثر، دائما الكمنجاتي يعني بتواصل مع أهليهم ومع مدارسهم مع أساتذتهم، وبيجيهم على برنامج التعليم النظامي، وهي طريقة مهمة جدا لنشر ثقافة الموسيقى لأكبر شريحة ممكنة من الأطفال المهمشين. وإحنا تحديدا نعمل في مخيمات، مخيم قلنديا والأمعري والجلزون وقرى مرج بن عامر، هي مناطق تعتبر ثقافيا اكيد مهمشه، لانه صح. الموسيقى جدا مكلفه للناس بشكل عام، فاحنا الكمنجاتي رسالتنا نروح للناس نعرفهم على الموسيقى ونعرضهم لهذه الثقافه اللي الجميع بفرح فيها وبتشكل مصدر فرح وامل للاطفال جميعا. جميل جدا. يعني احنا بنعرف قديش اهلنا بفلسطين، واذا بدنا نحكي مثلا للاهالي اللي بيفكروا انهم يبعثوا اطفالهم على المراكز الموسيقيه، قديش بيكون في هناك عقبات وصعوبات للوصول الى المراكز. فايضا اللي بيميز جمعية الكمنجاتي وفرقة الكمنجاتي بأنه أنتوا بأنفسكم أنتوا اللي بتروحوا إلى المناطق، إلى المخيمات، إلى المدن، إلى القرى، لحتى تقدموا لهم الخدمة من خلال تعليم الموسيقى. طبعا هذا إله سبب. إحنا الكمنجاتي اللي أسسها رمزي أبو رضوان، هذا شاب هو كان طفل في مخيم الأمعري وكان فقير جدا، ويعني وعاجز على أنه يتعلم موسيقى بسبب تكلفتها، فتعرض للموسيقى بالصدفة. كان في دورة في رام الله في مركز الفن الشعبي، أخذ حصة وبعدين التحق في معهد إدوارد سعيد وتعرف على الموسيقى وحصل على منحة في فرنسا في أونجي، فما حب يرجع على فلسطين والأطفال اللي زيه اللي كانوا بيشبهوه يضلهم بدون موسيقى، صح. فقرر أنه ينشئ جمعية اسمها الكمنجاتي، لأنه هو عازف فيولا كمنجاتي، ويعمل نفس المراكز اللي هو يعني استفاد انه من خلال مركز الفن الشعبي بورشة عمل انه صار موسيقي. فهاي الفكرة يعني نتيجة تجربة، لانه حقيقة الموسيقى جدا مكلفة في يعني في 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 كافة البلدان العربية، التعليم فيها غالي جدا، فمش اي طفل بيستطيع انه يتعلم آلة موسيقية. فاليوم في فلسطين يعني في مراكزنا على الاقل اي طفل، بالعكس اذا كان امكانياته المادية ضئيلة، بيتعلم يعني طبعا، وفي كل اشكال التعليم يعني موجوده. قبل ما نسمع منكم، انا حابه اعرف ايش النقله اللي شعرتوها عند الاطفال الفلسطينيين. نعرف انه الموسيقى تعمل على تطوير نمط التفكير، ايضا تطوير الشخصيه، الشخص بصير في عنده ثقه بنفسه اكبر من الاشخاص يمكن او الاطفال الاخرين، خصوصا بالاوضاع الصعبه بنرجع بنقول اللي بيعانوا منها الاطفال الفلسطينيين جراء الاحتلال الاسرائيلي. فشو النقله اللي عم بتحسوها عم بتصير بنمط التفكير الشخصيه عند الاطفال الفلسطينيين؟ يعني هي الموسيقى بتزيد شعور الأمل عند الإنسان، وبتحط يعني هدف، يعني بتضع هدف لأي 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 إنسان يعني بيمتلكها. الموسيقى علم مهم جدا ومهارة طبعا خطيرة، أنا برأيي الشخصي، وهي وسيلة تعبير. الإنسان لما يتمكن، لما يكون عنده هدف
ولما يكون عنده وسيلة تعبير على ما أعتقد بيكون إنسان ناجح في حياته. فهي الموسيقى هي دورها. وإحنا حقيقة منعلم الموسيقى كموسيقى، يعني الموسيقى إحنا منعلم موزارت، منعلم باخ، منعلم عبد الوهاب، منعلم فيروز، منعلم سيد درويش كموسيقى بشكل عام. ولكن إحنا منلاحظ كثير توجهات إبداعية كبيرة في الكمنجاتي وفي كل أنحاء فلسطين، كيف الأطفال وكيف الشباب بيمتهنوا الموسيقى بحيث أن تكون عن جد وسيلتهم للتعبير حتى عن الواقع الاجتماعي والواقع الحياتي والواقع السياسي اللي بنعيشه. تمام. وهذا دور الفنون بشكل عام. طبعا أكيد. طيب حابين نسمع منكم كمان أغنية، إيش بتحبوا تقدموا لنا؟ أنا عملت أغنية جفرة لحنتها انا، يعني متاسف انا يعني بدي اعتذر للتراث. هي اغنيه جفره معروفه، لحن تراثي يعني معروف طالب ومعروف، لكن لانه هاي الاغنيه فيها شجن للوطن وفيها يعني الى حد ما حسره على العوده الى البيت اللي احنا طبعا فلسطيني بس 48 تركنا بيوتنا مفاتيحنا كانت معانا وبنستنى العوده. فعملت لحن مناسب للكلمات اللي انا حسيتهم انهم شوي بحاجه لهذا اللحن. جميل. فخلينا نجرب نسمعها. هي ما تسجلت لغايه الان بس بتغنيها نور فريتخ. تفضل. يلا. أكثر من رائع، يعطيكم العافية. الله. طيب خلينا نتحدث إذن عن الحفلة اللي رح تكون إن شاء الله أول حضور لكم بالأردن، وزي ما عم نقولكم أكيد إحنا مبسوطين جدا بحضوركم للأردن، إنكم أول مرة رح تقدموا الحفل اللي رح يحمل اسم لأجلك يا وطني. فاحكي لنا أكثر عن مشاركتكم هاي المرة ولأول مرة بالأردن زي ما حكينا. هو يعني إحنا كثير بنعبر عن سعادتنا وعن فرحنا إن إحنا موجودين هنا في الأردن، ورح نقدم عرضين فنيات الليلي وبكرة الساعة 7 في مسرح المدرسة الأمريكية الحديثة، طبعا بتنظيم من منتدى بيت المقدس، مشكورين على دعوتهم إلنا وعلى تنظيمهم لهذا الحفل. هذا الحفل خيري هدفه دعم المؤسسات الفلسطينية وتحديدا القدس، يعني مؤسسات الثقافية. هذا الحفل إحنا رسالتنا تحديدا في برنامجنا الفني راح يكون برنامج وطني للوطن الأكبر اللي هي الوطن العربي. إحنا يعني حبينا كمان إنه نوصل رسالة إنه إحنا جزء من هذا العالم، ولن تستطيع أي قوة في العالم
عن وقف التواصل. والتواصل ممكن يصير من خلال الفن، من خلال الأغنية، من خلال التواصل الموروث الاجتماعي. ما في حاجز في العالم بوقف هذا التواصل. أنا عربي، أنا عربي من فلسطين، أو في هذا عربي من الأردن وهذا عربي من مصر، إحنا كلنا واحد، كلنا تجمعنا قومية عربية، تجمعنا قومية واحدة وتجمعنا ثقافة واحدة وتجمعنا يعني كمان يعني في نفس عروبي موجود. فإحنا جزء من هذا العالم العربي ونفتخر إن إحنا جزء من هذا العالم، وتحديدا بلاد الشام اللي إحنا رح نغني اليوم كثير من الموروث الشامي اللي إحنا ما بنقدر نقول إنه والله هذا الفن تراثي فلسطيني، هذا تراثي شامي موجود في سوريا، موجود في لبنان، في فلسطين، في الأردن. أغنية وين عرام الله اليوم حنغنيها، ما هي من ألحان جميل العاص، فنان أردني كبير، يعني هي هي تراث أردني وتراث فلسطيني. فما يعني في هنالك ربط، وهي رسالتنا إنه إحنا واحد ولا نقبل القسمة على أكثر من واحد. فهذا الفن اللي المادة الفنية اللي راح تكون اليوم هي مادة يعني بهذا الشكل، مادي عربية وطني لأجلك يا وطني. وطني يعني الأردن، يعني فلسطين، يعني سوريا، يعني العراق، يعني المغرب، يعني الخليج العربي، هذا هو وطني. جميل. فإحنا كثير سعداء إنه إحنا رح نكون جزء من هذا الحفل الخيري اللي إحنا نتأمل إن نساهم في إنه يصير في يعني إنتاجات منيحة، لا يعني وندعم خطوات جمعية أو منتدى بيت المقدس الجميلة والعظيمة اللي بيقوموا فيها عبر 27 سنة من خدمتهم الطويلة في هذا المجال إن شاء الله. طيب بس أيضا إحنا لازم نحكي لكل الناس وين المكان والزمان اللي رح تكون فيها هاي الحفلة. هي رح تكون بالمدرسة الأمريكية الحديثة. نعم. الموجودة طبعا بعمان منطقة الصوفية. وأي ساعة؟ دوال السابع هي بالضبط. أنا على الساعة السابعة مساء، الساعة السابعة مساء للساعة تسعة، رح تكون على مدى ساعتين. نعم هو على مدى ساعتين، على مدى ساعتين. طبعا هي اليوم المساء وبكرة المساء. هم عم بيقولوا لي خلص الوقت، بس أنا للأسف ما بدي أقبل إنه يخلص الوقت، إنه لازم نسمع الأغنية الأخيرة اللي أنا طلبتها شخصيا بدقيقتين لو سمحت، ما رح نتأخر. دقيقتين لو سمحت. أغنية الشيخ إمام البحر بيضحك. الشيخ إمام سريعا. يلا دقيقتين. يلا يعطيكم ألف عافية. فخورين جدا بهذا النوع من الفرق الفلسطينية، فرقة الكمانجاتي العالمية، واللي أكيد إن شاء الله رح توصلوا صوت فلسطين، وإنتوا هلأ عم تشتغلوا بهذا الموضوع. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم. أكيد بانتظار حفلتكم اليوم المساء بالتوفيق. أهلا وسهلا فيكم. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شيء جديد.